شبكة قمم إعلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله في برنامجكم الصورة المائلة. أسعد بكم ثم أسعد بضيفي الكريم الأستاذ والباحث والمفكر عبد الله بن محمد الداود، فأرحب به أولا. فأهلا وبرحبا بك سيد عبد الله. أهلا وسهلا. أيضا أنا أرحب بك وأرحب بالأخوة السادة الذين يتابعونا. أسأل الله عز وجل أن نقدم لهم المفيد والجديد النافع بحول الله. أعزائي المشاهدين أخوات المشاهدات، حلقتنا في هذا المساء بعنوان مراوغات باسم الدين. مراوغات باسم الدين، سوف نتحدث عن هذا الموضوع بكل شفافية بإذن الله تعالى. سيكون لدينا العديد من المداخلات أيضا، أولها بإذن الله مع الشيخ عبد العزيز فوزان بإذن الله تعالى، بإضافة إلى بعض المداخلات حول بعض الأخوات التي يعملن في بيوتهن. كما إنني أرحب بمداخلاتكم على الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، بالإضافة إلى حسابنا في تويتر الصورة المائلة، وكذلك في الفيسبوك. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد عبد الله، يعني مباشرة وأنا من باب يعني استغلال للوقت، يعني دائما نحب نسأل أسئلة مباشرة. نحن نقول مراوغات باسم الدين، ولا نقول مراوغات باسم الدين عشان ما يزعل علينا أخواتنا، لكن نحن نقول مراوغات بالفتح باسم الدين. كيف يستغل هذا الدين في هذه المراوغة التي تضل الناس وتفسده؟ في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المعنى، معنى مراوغات باسم الدين، نستشف منها أكثر من نقطة. أول شيء، إن هذا الدين عظيم، وكونه يستغل ببعض المراوغات دلالة على أنه لا يستطاع نسفه لعظمة هذا الدين في نفوس أهليه، بعكس الديانات الأخرى حتى الديانات المحرفة. يعني هذا الإسلام دين عظيم متين، ولذلك لو استعرضنا حتى في التاريخ بصفة عامة نجد أن صادمه المغول، صادمه التتر، صادمه الصليبيون، صادمه وصادمه. دوما نسمع بخصم يصادم ثم ينتهي، لا يعود مرة أخرى، ويبقى هذا الدين شامخا، قد يضعف، قد يصيب بعض الضعف نوعا ما، لكن يظل هذا الدين هو الباقي في سلسلة المعارك، وهو الصامد. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا من سقم عقولهم، أن نور الله عز وجل لا يطفأ بالفم، هذا الجزء الضعيف التافه لا يمكن أن يطفئ نور الله عز وجل. لكننا نريد أن نصل إلى المراوغات، ماذا نريد منها؟ أقول أن بصفة عامة يحتاج مشروع الإفساد والفجور في الناس وطغيان الضلال، يحتاج إلى مسوغ شرعي أو مدخل، مدخل حتى لو كان فقط في البدايات، وهذا هو الذي يستعمل في الغالب، أنه يستعمل في البدايات. نعم، حتى يكون هنالك قبول جزئي من الناس، ثم بعد ذلك نبدأ في الخطوات الفساد، كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اللي طبعا الشيطان ما عنده يعني إيضاح لمآلات الشر التي يريدها، لا، هو يأتيك في البداية بلبوس صالح، بلبوس خير، قد يحتاج معك، قد إلى غيرك إلى 100 خطوة، وقد يحتاج مع غيرنا إلى 1000 خطوة. هي خطوات، لا بد أن يكون هنالك فارق وتباين في الألوان بين أول خطوة وآخر خطوة. الملوك يعزفون على وتر المراوغات باسم الدين، ابتداء من فرعون الذي كان يزعم أنه الإله والرب، ومع ذلك يكذب على شعبه ويقول عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم. إني أخاف، فرعون يخاف. تخيل رأس الفجور والفساد والطغيان الذي ذكر في القرآن عشرات المرات، يخاف، حريص على دينهم، يخاف من موسى، هو يخاف الآن ممن؟ يخاف من النبي، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عجيب، الآن صار فرعون هو الذي يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد، وهذا هو المراوغة باسم الدين، يخاف على الدين من موسى، أو أن يظهر في الأرض الفساد موسى عليه السلام. لكن فرعون ما أظهر فساد. هذا السلوك لدى فرعون يضربه الله عز وجل مثلا لنا في القرآن لكل الملوك الذين سيأتون، لكل رؤساء الدول، لكل من يملك مملكة، حكومة، دولة، ائتلاف. المهم أن هذا سلوك بشري سيتكرر، أعلى سقف فيه هو ما حصل من فرعون بزعمه الألوهية. وأظن من أخذ جولة على الدول يرى أن هذا الكلام الذي نتحدث فيه قد ينطبق على فلان، لا ينطبق على فلان، ينطبق على فلان، هو منطبق على الجميع. في دعوة عدم في الفساد في 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 ورغبة في يعني المراوغة بالدين. بعض الناس يقول ولي الأمر، ولي الأمر، حتى صار كلامنا في ولي الأمر أعظم من الله عز وجل.
وكأنه شر. نعم، تحت مظلة المراوغة بالدين. والبعض الآخر يستعمل بعض الأحاديث التي جاءت في ولي الأمر ثم يذكرها ويل للمصلين ويترك ما عداها. يعني ربما ينادي بهذا في قضايا محرمة مثلا أو مخالفة للشريعة فيقول ولي الأمر قال ولي الأمر أمر. أحيانا ما ينادي به يصادم الشرع. وما باع رجال الدين دينهم إلا من أجل السلاطين كما في أوروبا سابقا، وكما نهج حتى وصل إلى عصرنا الحديث وأصبحنا نرى نتلفت نجد هذا الوضع استغلال الدين. من ضمن من يستغل الدين ويراوغ به علماء السوء، علماء الضلال، علماء الغي، الذين يراهم الناس على أساس أنهم جهة شرعية مخولة، على أنهم علماء دين، على أنهم يقولون قال الله قال رسوله. فإذا ما جئنا في كتاب الله عز وجل نجد هذا النموذج، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه الفئة قد تقل في مكان وتكون أفراد قلائل وأحيانا فرد واحد، وأحيانا تكثر في فئة لدرجة أنك تجد مثل بشار الذي أطبق المسلم والكافر على فجوره وظلمه والدعاء للألوهية، تجد هنالك عند علماء يسبحون بحمده ويبكون خشية وخشوعا إذا قبلوا يديه وما إلى ذلك. وهذا مثال، أنا لا أضرب هذا المثال للحصر والخوض في المثال، ليس من دأب الرجال، أنا أعطي هذا مثال ملوك كثير يتعامل معهم علماء السوء بهذه الطريقة، أن يرى أن هذا الحاكم هو الإله المعبود، نطقها أو لم ينطقها، لأنه يحلل الحرام فيحلله ويحرم الحلال فيحرمه. إذن هذا هو الإله المعبود، ومن هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا هو نمط لنا. من ضمن الذين يتعاملون بالمراوغات التجار وأصحاب رؤوس الأموال، فعنده معاملات تجارية كثير ويريد أن يجعل هنالك متكأ شرعي، وزي ما يقول نحطه في رقبة مطوع، في رقبة عالم، فيريد أن يفتي له بما هو يرغب من الحرام وكل شيء بحسابه. ولعل البنوك وما يجري فيها تأخذ جزءا من هذا الكلام، فيبحث عن لجنة شرعية فيها الكثير من الترخص والتمييع وغيرها ويجدون مثل هذه الفئة. فهذه الفئة تبرر لأهل الربا والذين يحاربون الله ورسوله، يحاربون الله في سماه، يجدون من يعطيهم الفتاوى في هذا الأمر. هذه مراوغة باسم الدين. بعض يعني بعض هذه الهيئات الشرعية، نحن لا نتحدث بالجملة، نقول بعض، إنما هي هذه ظواهر. هذه ظواهر موجودة، وأنا ذكرت أنها تقل في مكان وتكثر في مكان، تكثر في دولة تقل في دولة حسب الورع والتقوى الموجود في هذا البلد دون سواه، دون أن نسمي. لكن هذه الفئة موجودة ومستغلة، ويريدون يحققون مصالحهم من ذلك. يعني ربما أصحاب الأموال يذهبون لبعض الفتاوى الشرعية، يعني مثل البنوك وغيرها الآن، من أجل تمرير مكاسب دنيوية لهم، تمرير للناس، عامة الناس، أن هذه والله فتوى شرعية تجيز التعامل بهذه المعاملة، فيأتوا الناس إما إلى تقسيط ولا إلى قروض أو إلى غيره. بل أزيدك من الشعر بيت، أن أصحاب الأموال أنفسهم يعرفون من يستفتون. ما يستفتي أي واحد، ما يستفتي أي واحد، يدري إن فلان صادق، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يمكن أن يشترى بجميع أموالهم، فلا يسألونه، لا تضيع وقته. هو يبحث عن من يعني يبرر له ويفتي له حسب الطلب. وأبسط شيء، لا يستفتون الآن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جملة، فيجعلونهم لهم هيئة جميل شرعية. كنت أنا هذا مثال في المملكة العربية، أنا أرفض هذا الطلب لأنه يجعلنا داخل دولة معينة. نعم. لا، نحن نتحدث بصفة عامة للعالم الإسلامي، نحن نتحدث بصفة عامة للعالم برمته. هذه الظواهر ليست موجودة في دولة دون دولة، إنما هي كما ذكرنا تقل وتكثر في في دولة دون دولة. حسن. على رأس من يتلاعب بالدين العلمانيون، الليبراليون، أهل التغريب، فأر المجتمع، أذناب الشيطان، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طيب، أنا أقف مع الليبراليين وأذهب إلى اتصال ثم أعود إليك شيخ عبد الله، جزاك الله خير. معي أفنان بن عبد الله المسند، صاحبة مشروع زوايا النشر الإلكتروني، إحدى الأخوات العاملات في بيتها ولها تجربة ناجحة ومميزة جدا. السلام عليكم أخت أفنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم أختفنا. نحن نتحدث، كنا في الحلقة الماضية وما زلنا في هذا المشروع الذي هو في مسابقة كوني خديجة، نحث على عمل المرأة داخل بيتها ونبحث على الأفكار المميزة التي من خلالها تعمل المرأة داخل بيتها من غير حاجتها للرجال. أذكر أنا لكم تجربة مميزة حول هذا، وقد تعاملنا معكم كثيرا في مشروعكم، يعني أتمنى أنكم يطلع المشاهد الكريم حول هذا المشروع ونجاحاته وطريقته وكيف التعامل معه. تفضل أختفنا. بداية المؤسسة كانت صفحة إلكترونية مجانية عبارة عن خدمة نشر إلكتروني في 40 منتدى.
بعدها بدأنا في تطوير الخدمات إلى أكثر من 40 منتدى، وصلنا حاليا إلى 1500 منتدى تقريبا، مع زيادة خدمة خدمات أخرى مثل الزفات والأناشيد الإسلامية وشارات القنوات وبرمجة تصميم المواقع وغيرها من الخدمات الإلكترونية. جميل. خدمات غالبا تفيد الفتيات، يعني تسهل عملية التواصل مع الفتيات. كانت فكرتها أن نسهل الخدمات للآخرين، يعني بدل ما يحضر للمقر مثلا يكون التعامل إلكتروني. حلو. يعني خدمات يعني تقريبا أغلبها إلكترونية، يعني ما في شيء أنه شيء مباشر يحتاج القابل العميل. كل شغلات عن طريق المنزل. طيب، هل أنتم تتعاملون مع الرجال وكيف؟ نتعامل مع الرجال طبعا عن طريق البريد الإلكتروني. في بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية ممكن تطلب تواصل جوال، في الأخ يوسف العياري كان متواصل معه عن طريق الجوال. في توقيع العقود مع المؤسسات والشركات كان يتم عن طريق أخوي يتواصل معهم ويوقع عقود معهم، وهذا غالبا كل شغل، يعني أغلب شغل تقريبا من المنزل. جيد. يعني والأمور تسير بشكل صحيح ومريح ولا يوجد أي عقبات حولها. مريح جدا جدا، يعني الحمد لله. يعني الآخرين إذا داروا خلف البريد أمرأة يحترمون الأسلوب. طيب، دعيني أسأل سؤالا، هل تحققون أرباحا مادية ولا سواليف؟ طبعا يعني يختلف من عمل العمل، يعني في جهات يخفض لهم، يعني إذا كانوا عملاء مستمرين ممكن يخفض لهم، وفيها أعمال لا، يعني لأني أكون متفقة مثلا مع المنشد على النسبة. جيد جيد. طب فريقكم كله نساء يا أخت أفنان؟ فيها منشدين وفي مبرمج، والمصممات فتيات، وفريق النشر تقريبا 17 عضوة فتيات. جميل جميل. طيب أنا أخت أفنان شكر الله لك هذه التجربة، هذه من التجارب الناجحة. أفنان بن عبد الله المسند لموقع وفكرة زوايا النشر الإلكتروني، شكرا لك يا أخت أفنان. شكرا لكم. جزاكم الله خير. معي الأخت أسماء بن عبد الله آل بوعينين، أيضا إحدى الأخوات الفاضلات التي لها إحدى المشاريع داخل بيتها. السلام عليكم أخت أسماء. وعليكم السلام. الأخت أسماء تشرفين على موقع أسو لكل ما هو جديد ومميز لبيع المجوهرات والإكسسوارات والقرطاسية وغيرها، حدثين عن هذا المشروع. المشروع هو بالبداية كانت عندي هواية، فشفت هواية تصميم إكسسوارات، فشفت إقبال على تصاميمي ولله الحمد حققت أرباح كثيرة، فتعمقت في الموضوع وصرت أبحث فيه أكثر، لما سافرت للخارج ولله الحمد واستوردت بضائع، والسفر فتح مداركي في التجارة أكثر، وعندي خطة مستقبلية بإذن الله بافتتاح محل بطاقم نسائي. يا سلام. والآن كل الفريق، اللي أنت لوحدك ولا معك أحد أخت أسماء؟ أنا لحالي وأهلي يعاونوني. جميل. هل أنت بحاجة إلى الارتباط مع الرجال أو تدخل معهم أو مقابلتهم؟ لا أبدا. لا لا. هل تحققين يعني أرباح مادية تستاهل التعب هذا الموجود ولا ما في فلوس؟ أيوة لله الحمد أرباح ممتازة. طيب شكر الله لك، وفقكم الله، أغناك الله بفضله وبحلاله. شكرا لك يا أختي أسماء. كان معنا أسماء بن عبد الله آل بوعينين، موقع أسو لكل ما هو جديد ومميز لبيع الإكسسوارات والقرطاسية. أعود إليك ضيف الكريم الأستاذ عبد الله، نحن توقفنا عند الليبراليون واستغلالهم للدين في إغواء الناس ومراوغاتهم. هذه النقطة سبب إشكالية لدى الناصحين والغيورين وأهل العلم والعلماء والمشايخ وكل من هو حريص على دين الناس، لأن أهل التغريب بصفة عامة يستدلون بآيات وأحاديث أحيانا ما لها علاقة بالموضوع، وأحيانا لها ارتباط بالموضوع، وأحيانا يأخذون ويل للمصلين يقتطعونها دون غيرها لكي يبرروا فساد معين عندهم في الخطوة الأولى. وهنا الإشكالية أن العوام هم ميدان الصراع والتطاحن بين أهل الخير وبين أهل الشر. سنة المدافعة هي من أجل هؤلاء القوم المساكين الذين لا يدركون ما يعني العلم بعمقه مثل ما هو موجود عند أهل العلم، ولا يدركون الخبث والمكر الموجود لدى هؤلاء القوم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أهل التغريب والأبواق التي يعني ينفخ فيها اليهود فتخرج لنا المقاذر والسفالات للأسف الشديد. فالعوام لا يدركون، هذا يتكلم بدين وهذا يتكلم بدين. فكان الآن من أساسيات عمل الحاكم أن يحافظ على دين الناس وأن تكمم هذه الأفواه، لأن المجتمع يختلف، هنالك مجتمعات تزعم الديمقراطية فإذا بها مع الوقت تكبت أنفاس كما يوصفون الإسلاميين وتفتح المجال لهؤلاء القوم، وفي بعض الأماكن يفتح المجال للاثنين تحت حرية الرأي
وهذا ما في حرية رأي. هذا الأمر يؤدي للكفر، هو نهاية مطافهم يريدون الكفر، لكن يمررون مثل هذه الآيات والأحاديث من باب المراوغة باسم الدين. يعني مثلا قضية الحجاب، يقولوا لك والله لا تتكلمون في الحجاب، الحجاب فيه خلاف، تغطية الوجه لا مو بتغطية الوجه، المذاهب لكلمك لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتوصل إلى المذاهب واختلافها، يتكلم في المذاهب، فنبدأ أن نتكلم ويبدأ رد بين طلبة العلم، ونعم والأولى ولا في بعض المذاهب أباحت، سنة وعشر وعشرين وخمسين سنة ولا زال هذا الحوار. بالنسبة لهذا الفاجر تلميذ إبليس انتقل من هذه المرحلة ومر عبر هذه المعركة إلى ما يريد، فوصل إلى تعرية النساء على الشواطئ، ولا زال هنا الخلاف في الوجه بهذه الخلافات. نعم، ولذلك لما تجي أحيانا في مثل البرنامج هذا وتتكلم تقول يا جماعة الخير ترى هذه ألعوبة، يقفز لك أشكال وأنواع وطياف من أهل الخير اللي يقول لك يا أخي ذا الموضوع أشغلتونا فيه دائم تتكلمون فيه، والآخر اللي يقول لا ترى القضية فيها خلاف، إلى الحين نايم الموضوع له أكثر من 80 سنة ولا زال يطرح لك يقول لك ترى إحنا بترى فيه خلاف. يعني إذا كانك تجحد الخلاف هذا شيء ثاني، أي خلاف الآن اللي نشوفه في الإعلام ما في خلاف، الفجور الذي نراه في القنوات الفضائية ما في خلاف، وصل إلى اللعن الإلهي، اللعن الرباني، يلعن الله عز وجل النامصة، وهذا التعري ملعونة صاحبته. وأنت تكلمني في خلاف الوجه، حتى التي تكذب وتخرج بلباس نمط من أنماط الحجاب الذي تستغفل به أمم، هو محرم، حاط جميع ألوان الزينة ومخرج شعرها وما إلى ذلك، ليست موضوع الخلاف بتاتا، لا ما له علاقة، بس هذا هو من المراوغة باسم الدين. وهذه فئة أنا أظن أنها هي من أشرس الفئات التي ينبغي توحيد الجهود يعني لفضحها ولبيان زيفها ولتستبين سبيل المجرمين، وهؤلاء هم المجرمون. من أولئك القوم أهل الشهوات، أهل الشهوات صالح لهم الكلام هذا، ليه؟ لأن في الأخير سيخرج بخد وقد وعيون كلمها وعبث وأجساد وتعري، مبسوط من الموضوع، فيقول يا أخي أنتوا يا المطاوع تحبون تشددون، أنتوا يا أهل الدين كل شيء عندكم حرام، أنتوا عاد معروفين يا اللي في مصر، يقول أنتوا يا أهل مصر معروفين أصلا تشددكم، فإذا جيت للشام قال عاد الشامي معروف ما يحتاج، فإذا جاء للجزيرة قال أنتوا عاد يا أهل الجزيرة، أنتوا يا أهل البادية، كل دولة إسلامية في هذه النغمة أنتوا وأنتوا، فيشعر فعلا أن ما أحد يقاوم ويملك هذه الغيرة إلا هذه الفئة، وهذه من المراوغة باسم الدين. أهل الشهوات يجوز لهم العلم، ما يعرفون أنها سفينة إذا غرقت غرق الجميع. أهل الشهوات يريدون يعني الأجساد، أهل الأهواء يريدون تمرير أفكارهم، فيدخل معهم الرافضي فيبدأ يتحدث كأنه من المجتمع، كان طيف من أطياف المجتمع، وهو لا علاقة له بالموضوع، لأنه أصلا يكفرك ويتمنى أن يقتلك، بل ويتقرب الله إلى الله عز وجل بسفك دمك. ومع ذلك إذا جاء يتكلم في الموضوع هذا قالوا القضية خلافية، وممكن الآن لما تدخل لليوتيوب ستجد أن كثير من الرافضة تدخلوا في الموضوع ودخلوا في ديننا وصاروا يقننون لنا وصاروا يكلمونك في موضوع الفقه وما إلى ذلك، وهؤلاء من يمرر. الآباء والأمهات حين يمارسون نفس الأمر، لا يربون أولادهم لا على قال الله ولا على قال رسوله ولا تربية شرعية، وينسون الصلاة، فإذا ما بلغ الولد أو بلغت البنت وبدأ يكون في ردود وتعامل خشن رجعنا للدين، ما تخافون الله هذا بر الوالدين، طب وين بر الأولاد؟ تربيتهم الأساس من الأساس، والله لا قلت له صل ولا علمته محاسن الأخلاق ولا عظمت الله في نفسه ولا مهمل إهمال كامل، فلما احتجت لورقة الدين وين الدين استعملتها. مع أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كافة لابد أن تقبل بهذا الدين كاملا. إذا أنت أب يجب عليك منذ البدء، منذ اختيار الزوجة، أنت أنت تجعل الدين مهيمنا عليك وتجعله هو الذي يأمر وينهى وتنصاع له، أو أخذ جزء من الدين وأفتأ منه بعض الكتاب. القضية الآن كل هذه الفكرة نريد فقط أن نضرب مثل دائما يدور فيه النقاش والحوار، وهو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن. أصبحنا نجد بعض الصالحين، أصبحنا نجد في عامة الناس من الأخيار، أصبحنا نجد حتى بعض طلبة العلم، أحيانا بعض المستشارين النفسيين، أحيانا نجد بعض الاستشارين الأسريين، أحيانا حتى بعض العلماء. نعم. إذا جاء يحدثك يأتيك بالاستدلال بأمهات المؤمنين، هذا استدلال صحيح ما عندنا مشكلة، هن قدوة. نعم. فإذا ما جينا لبعض القضايا وقلنا أمهات المؤمنين، رأينا بعض الناس يولي فرارا، فأصبح يأخذ من أمهات المؤمنين ما يشاء ويترك ما يشاء، والبعض الآخر مخدوع، إذا جيت تكلمه قلت له طيب أمهات المؤمنين، قال لا هذا خاص بأمهات المؤمنين، طيب وهذا، قال لا هذا قدوة. وأصبح الموضوع فيه
عدم وضوح في ضبابية في الرؤية، نريد أن نأخذ النقاط فقط. جيد، أحيانا بحسن ظن وأحيانا يعني أنا تحدثت في البداية، تحدثت البداية عن أهل السوء في استعمال المراوغة في الدين. الآن نحن نتحدث عن الأخيار، عن الفضلاء، أحيانا بعلم وبغير علم، وأحيانا وبغير وعي، وأحيانا لا يريد أن يخالف، لكن يعني أدخلت الصورة معكوسة مائلة، صورة مائلة أدخلت إلى ذهنه بهذا الشكل، فأصبحت صورة مائلة في ذهنه ولا يدري عن ميلها. على فكرة من زمان ما نطقت الصورة المائلة بهذا الشكل داخل البرنامج، فهي فرصة لإعادة هذا المصطلح إلى الأخوات، لكنه كلامنا كله في الصورة المائلة. نعم، الصورة المائلة. أنا أقول على رأس ذلك الاستدلال بخديجة رضي الله عنها وتجارتها. يطرح هذا المصطلح تجارة خديجة على أساس أنها مطالبة ومزاجية في الانتقاء في الاقتداء بأمهات المؤمنين، فيطرح هذا الأمر. لا يقال أن خديجة رضي الله عنها أنها تاجرت، لا، يربط هذا الأمر بالخروج من المنزل. فإذا ما جاءت أطروحات في الإعلام طالبوا النساء بالخروج من المنزل وقالوا ترى يعني أمهات المؤمنين يخرجنا، فيأتي من الناس من مر عليه المشروع دون أن يشعر فيقول لك والله أنتم تنكرون أن خديجة رضي الله عنها كانت يعني تتاجر. لا، ما ننكر، نحن ننكر هذا الاستدلال، استدلال الخروج من المنزل، لأن خديجة رضي الله عنها ما خرجت. وذكرنا في الحلقة الماضية أنها حتى بعد زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يسافر بتجارتها لم تسافر معه، مع أنه خلاص صار زوجها هو اللي سافر بتجارتها، إذا سافري معه، مع ذلك ما خرجت، ما فتحت محلا تجاريا داخل مكة رغم احتياجها ورغم نضجها ورغم تجاوزها 40 ورغم أن عندها أولاد ورغم أنها متزوجة ورغم أنها ذات شرف ومنصب، ما خرجت من منزلها لكي تفتح محلا حتى تتاجر فيه بسبب ظروف الحياة، لأن هذا ضرورة، استدلال بالضرورة. مثلا عدم مخالطة الرجال، مع أنه يستدل في هذا الأمر سواء كان من الصالحين للأسف أو من غيرهم، الصالحين إذا ذكروا هذا الأمر يتغافلون قضية الاختلاط، لذلك خرجنا الآن في إشكالية الملابس النسائية وتأنيث المحلات في بدايتها كان له بريق من الغيرة، كيف ترضون أن المرأة يبيعها رجل ملابسها الداخلية؟ وين أخوتكم؟ وين رجولتكم؟ ما تخافون الله؟ هذه مبشيمة، وبدأ يضغط عليك بهالكلام. قلنا يا جماعة الخير هذا كذب ودجل خلف ما وراءه، إن الآن ما عندنا مشكلة، خلي الحرمة تبي حرمة، لكن ينسق الموضوع، يوضع له أطر، يوضع له نظام. هذا هو نظام البلد، وهذه هي الفتوى اللجنة الدائمة المخولة من ولي الأمر، وهذه عرفنا وتقاليدنا. تقول لي طيب كانت كذا، نقول كانت غلط، بس لا يجي غلط أكبر منه. نحن الآن لا نريد أن نعالج الخطأ بخطأ أكبر. فلما باعت اكتشفنا أن خلال أقل من شهر طلع عندنا الكاشيرات وصار في محلات العطور، اختلطنا الرجال بالنساء والساعات، وأصبحت التي تبيع ملابس النساء تبيعها على رجل، وأصبح الرجل يشتري من المرأة، ما تغير شيء. اللهم أن الوضع القديم كان تخلو منه الفتنة، وأصبحنا الآن في جو عالي جدا من تجمع الشياطين ومن الفتن ومن المرغبات ومن المقربات، صارت الموظفة لازم تتزين وصار فيه كشف، ويحتاج إلى مراجعة في تنظيمها وإعادة صياغتها بما يوافق هذا الدستور. والعجيب أن من كان ينادي قديما بهذا الكذب والمراوغة بالدين اللي يقول الغيرة وما تخافون الله واستحوا أنتم كيف تراضين، هو الذي سكت، صمت تماما. بل والإجراءات التي تمت انبنى عليها علاقات وخلوات وفواحش، وهذا يلزم الخرس لأنه شيطان أخرس، وقبل كان شيطانا ناطقا. إحدى التقارير تقول أن أكثر من 200 حالة تحرش جنسي بعد قرار هذا تأنيث المحلات النسائية، ونشر في كثير مواقع إلكترونية الموثوقة، بل ونشر في مواقع رسمية. صحيح، وهذا الكلام ما غير شيئا من الهيئة. نعم، ما غير شيئا. والعجيب أن المشروع لا زال، حتى وصلنا إلى ما تحدثنا فيه من اقتحام جامعة نور وما حصل فيها، أو الملك خالد أو الملك سعود أو غيرها من الأماكن. طيب نبغى نتفاهم مع هذا اللي كان يكلمنا هنا بصفة جهولة، نبغى نتفاهم معه، تعال وين كلامك في مسألة الغيرة على المحارم والملابس؟ هذا الكذب الذي أنت قلته ومررته لابد أن يفضح. ثم تعال مجموعة من العوام الأخيار الفضل الذين انطلع عليهم الأمر فكانوا دائما يهاجمون، أنتوا تحرمون كل شيء، أنتوا تهاجمون هذا الأمر، وأصبحنا نحن الذين نحامي عن الأعراض أصبحنا في موقف المتهم متشددين، في حين أن الذي ينادي بالملابس الداخلية رضي في الولادة بأن تنزع الملابس كاملة ويولدها رجل، وإلى الآن يلزم الخرس. وهذا الإفساد العظيم في محارم الناس، ومن يقول بالضرورة لا يستطيع أن يقول بالضرورة في دخول عامل النظافة على النساء في غرف الولادة. وهذه المراوغات اللي إحنا ما زلنا يعني استغلالها في حديثهم،
يعني أهل الباطل في إفساد هذه المجتمعات المسلمة خاصة. وباسم تجارة خديجة رضي الله عنها وباسم أن المرأة تخرج أصبحنا في هذا الأمر. من ضمن الأشياء التي لابد أن نركز عليها في مسألة تجارة خديجة رضي الله عنها أنها حافظت على بيتها وعلى زوجها، ما باشرت العمل، جلست في البيت لزوجها والنبي عليه الصلاة والسلام، وجلست لأولادها تربيهم. ولذلك أخرجت فاطمة الزهراء رضي الله عنها وهي كاملة من كاملات النساء. ناهيك عن المستوى العالي في التربية لبقية أولادها، وهذا الشأن مهم جدا، حتى ما نسمع اليوم اللي تقول والله يعني تبغاني أقدر أضيع مستقبلي عشان ألاحق ولد، عنده شغالة عنده مربية دوروا لنا حضانة. وأصبحت المرأة تهمل شأن الزوج وشأن الأولاد مقابل الوظيفة، في حين تستطيع أن تجمع الأمرين، أو لابد أن تقرر قرارا واضحا، لابد أن يكون هنالك أولويات. لماذا يصمت أهل الخير في هذا الموضوع؟ حتى أصبحنا نسمع كلام ذات اليمين وذات الشمال أن أهم شيء عند المرأة المصطلح اليهودي واتفاقية السيداو التي تقرر على العالم الإسلامي، والمفهوم الخاطئ الذي تنص عليه بروتوكولات حكماء الصهيون أن ارتباط المرأة بالرجل ارتباط مالي، ترى أهم شيء فلوس، إذا دبرت لي وظيفة ترى هي أمان المستقبل. أنا فقط. ما أدري المستقبل، هل المستقبل إلى أنت متين ولا المستقبل يوم القيامة؟ لا، بعض الطروحات حتى ارتباط جنسي فقط، أنا فقط من أجل الجنس وانتهينا، يعني فائدة الرجل للمرأة جنسية فقط. وهذا الاعتراف هو قمة المهانة، وهو النظرة اليهودية التي نحن نتحدث فيها، أن الإسلام أعلى من شأن المرأة وجعلها تحت كنف رجل. هم يقولون لا، هي أكبر من أن رجل هو الذي يتحكم فيها، فإذا بهم يجعلونها أحط من البهائم. وانطلت العجيب أن هنالك من النساء العاقلات الناضجات التي عقلها يرجح ببلد، ومع ذلك ما تدري كيف انطلت هذه الخدعة عليهن. أصبحت المرأة تنافع عن هذه النظرة، في حين الإسلام يكرمها ويعلي شأنها، لكن الإعلام سحر أعين الناس واسترهبهم. هذه المراوغات هي التي أفسدت الناس. اسمح لي بفاصل أستاذ عبد الله، جزاك الله خير. أذكر أخواني وأخواتي بمسابقة كوني خديجة، وهي انطلقت، وما زلنا نستقبل جميع أفكاركم على صحيفة التواصل، وهو إلى 17 محرم بإذن الله تعالى لعام 1434. سأنتقل أنا وإياكم إلى فاصل يوضح لكم التواصل لهذه المسابقة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. وبرعاية برنامج الصورة المائلة وصحيفة التواصل الإلكترونية، المسابقة العالمية كوني خديجة، واجمعي بين النار والدينار وبين التجارة والقرار في المنزل. الجوائز 30 طقم ذهب. كوني إحدى الفائزات بالاشتراك في المسابقة. قدمي أفكارك ومشاريعك في أعمال تجارية من منزلك. بالاشتراك أرسلي مشروعك على الصفحة المخصصة في صحيفة التواصل الإلكترونية. فترة المسابقة من يوم السبت الرابع من ذي الحجة لعام 1433 للهجرة إلى يوم السبت 17 من محرم لعام 1434 للهجرة. هذه هي المسابقة التي تم الإعلان عنها، وهي كما قلنا موجودة الآن في صحيفة التواصل. نسعد بكل المشاركات والأفكار المميزة لهذه المسابقة، وهي جوائز ضخمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون للجميع منها نصيب. أعود إلى ضيف الكريم السيد عبد الله محمد الداود. أبو السيد عبد الله، نحن نتكلم عن قضية المراوغات واستغلال تجارة خديجة رضي الله عنها لإنزال كثير من المفاهيم الفاسدة في المجتمعات المسلمة، وذكرت العديد من الأمثلة حول ذلك. جيد، أنا أقول الذي يتحدث عن تجارة خديجة رضي الله عنها نريد أن نذكره بجانب آخر، يعني لماذا يطالب بالاقتداء هنا وينتقي بمزاجه، ثم لما نريد أن نتحدث في نقطة أخرى أيضا في خديجة رضي الله عنها، في مسألة أنها رغم أنها تاجرة وصاحبة مال إلا أنها خدمت النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها، صحيح، ولم تجعل هنالك خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت هي التي تباشر الخدمة في غناها، ومكثت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى حصار الشعب، وأكلت معه الورق حتى أوذيت في جسدها، وبعض الروايات تقول أنها ماتت بسبب هذا البلاء الذي مر عليها. طيب، خدمة الزوجة الغنية لزوجها مضرب مثل. لماذا نسمع هذا التحرش في موضوع خدمة الزوج تحت ضغوط دولية واتفاقيات تريد أن تفسد شأن الأسرة؟ طيب اسمح لي شيخ، خدمة الزوج موضوع مهم جدا، سأعود إليه لك بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، فاصل ثم نعود إليكم. Ha 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 ha
راح نطلع يعني راح نلعب. نلعب من غير كلام. طيب طيب طيب. شاهي شاهي. شكر درة رز. في رز وفي أبو كاس. صح عليكي. برافو عليك يا ماما، كيف عرفتي؟ أنا وأبو كاس عشرة عمر. اغتنم الفرصة لتجديد اشتراكك في قنوات المجد الآن، عرض خاص ولفترة محدودة، جدد اشتراكك لمدة عامين ب888 ريالا فقط، أو جدد اشتراكك لمدة عام ب555 ريالا فقط. شبكة المجد، متعة الإعلام الهادف. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 01-225-77-77. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم الصوره المائله، معي احدى الاخوات المتصلات، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على الارقام التي تظهر لكم يا اخواني. الاخت فاطمه، السلام عليكم من تبوك. فاطمه معي؟ نعم. تفضلي اخت فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. يا أستاذ يوسف حياك الله، أنا أبغى أقول تجربتي على عن مشروع اللي أنا سويته، بس أبغى أوضح شغلة، أنه أنا عملت في قطاع التعليم مدة 9 سنوات خبرتي في راتب ضئيل جدا في بنود التعاقد، كان راتبي 1500 إلى 2000، 9 سنوات ما بين معلمة ومديرة ووكيلة مدرسة. لم يأتيني تثبيت، لم يشملني التثبيت. طبعا لجأت بحكم أني طبيعتي عملية، لجأت أن فتحت مشروع نسائي بحث. المشروع النسائي كان يعني دخله جيد، لكن بحكم انشغالي في البيت وعملي مع أولادي فضلت أني أشتغل داخل البيت، يعني ما أخرج للمحل. جميل. تجربتي كانت رائعة، يعني بدأت من موهبتي في فن التغليف، والحمد لله أصبح دخلي أكثر من دخلي في المشروع في المحل. دخلي في البيت يتجاوز 15,000 ما شاء الله شهريا. بأربع ساعات فقط، عمل من 3 ساعات إلى 4 ساعات. تبارك الله. نعم. والحمد لله. نعم. أقول قاعدين نبرك لك يعني، تبارك الله ما شاء الله. نعم. الحمد لله. فأنا انبسطت كثير من المسابقة اللي أنتم ذكرتوها، حبيت أشارك وأنوه لكل الأخوات اللي ما زالن يطالبن في التثبيت ويفعن في التثبيت، أنصحهم يعني كنصيحة أخت أنهم فعلا يلجؤوا للعمل من داخل بيوتهم أفضل، بحكم تجربتي لأني أنا عملت في قطاع التعليم وكان عمل مجهد والآن أشعر فراحة. فأنا أنصح كل الأخوات أنهم يلجؤوا إلى العمل داخل المنزل ويجربوا نفس التجربة اللي أنا جربتها، ولا الحمد أنا دخلي جدا ممتاز والعمل بسيط جدا والآن ما أحتاج أني أخرج من المنزل نهائي. الحمد لله، يبارك لك. أتمنى لك المشاركة معنا في المسابقة في كوني خديجة على صحيفة التواصل، وارفعي هذا المشروع، وإذا لديك بعض الصور والتقارير حول ذلك يكون ذلك أفضل. وفقك الله أخت فاطمة من تبوك، شكرا لك. هل معك صلاة أخرى إخواني ولا أنتقل لضيف الكريم؟ أنتقل لضيف الكريم أبو محمد، جزاك الله خير. يعني هل من تعليق حول هذا المشروع يعني الذي أدخل 15,000 ريال شهريا؟ ما شاء الله. أنا ما أبغى أعلق، لأن أصلا بناخذ المشاركات وناخذ الناجح منها بإذن الله بكل حلقات خاصة. طيب، أعود إلى خدمة الزوج، يعني وهذا الموضوع اللي توقفنا عنه قبل قليل، وهو موضوع شائك يدار بشكل قوي. والله هو مو بشائك القضية الآن، كثرة الضرب من أهل الفجور والفساد في الإعلام، وبالمقابل نجد أهل الخير والصلاح والدين يتحدثون بجناح مكسور وبضعف وبكسل وبتراجع، وكأن الموضوع فعلا يعني كأنهم يستبشعون أن يقولوا للمرأة أخدمي زوجك. حتى أنا جلست يوم الأيام مع أحد الفضلاء طالب علم على يعني ما شاء الله، كنت أتحدث معه فوجدت أنه جالس ينقب في كتب الفقه عن الأشياء التي فضلت فيها المرأة على الرجل عشان يخرجها للناس.
قلت له طيب إذا جيت وذكرت هذا القول اذكر أيضا بالمقابل ما فضل به الرجل. نعم إذا صار عند الشافعية اذكر أيضا كلام الشافعية كاملا في تعامل المرأة مع زوجها. يعني ما أبغى تأخذ لي مسألة انتقائية. هنا الإشكالية، لأن هذه النفسية التي نحملها نفسية تخلو من الاعتزاز بالدين وإظهاره كما أراده الله عز وجل. أما والله أني أجي أخذ من هذه وأستحي من قضية الخدمة. طيب الآن نتكلم في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، جميعهن خدمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا تبرز هذه الميزة والمرأة تقتدي بأمهات المؤمنين خير النساء في خدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام، دون أن نخلق جو من الضوضاء والشوشرة على البيوت مما سبب مشكلات، أو على أقل الأحوال ما في مشكلات، فيه طنين ومنه، وترى المرأة ما تخدم زوجها وتبدأ الحرمة تفتح البوابة يعني مع زوجها. من الملزومة أحيانا يكون الكلام بعد مسيرة زواج 15 سنة أو 20 سنة توها سامع الحرمة الكلام هذا، فتقول والله يعني طيب إذا كان هذا الكلام يعني يمرر، فلماذا لا يمرر أن الزوج ليس من الواجب عليه أن يحج بزوجته؟ هو هذا كلام الفقهاء الذين قالوا هذا الكلام، قالوا هذا الكلام لا ما يصلح. وإضافة إلى أن هذا الكلام يوجد عند الحنابلة، هم الذين قالوا بعدم الوجوب، والحنابلة هم أنفسهم الذين قالوا بالتغطية، لما قلنا بالتغطية قالوا ترى في خلاف. طب نقول أيضا الخدمة فيها خلاف. مشكلتها في الاجتزاء شيخ عبد الله، يعني بين هذه المواضيع واختيار منها والانتقاء، يعني شو بغير دراية وبغير علم وبغير موازنة. وحتى لو كان هنالك أقوال فليس من المناسب أن تنشر للناس إلا إذا وجدنا جدواها، لأن هذا الكلام لا يتلقف يعطى للعامة. كثير من النساء لا تفهم يعني ما الأبعاد وما الحق الذي لها وما الواجب الذي عليها وما الحق الذي لزوجها وما الواجب الذي عليه، تسلم هذه المفاتيح فتبدأ الحرمة تفتي تتكلم زوجها على الأساس، جوالها اللي معها مو بواجب أن الزوج يشتري، كل الاعتبارات الاجتماعية يسفرها سياحيا ماشي. مثلاً يعني ماشي. إذا نحن لا نريد أن نخلق هذه المشكلات بقدر ما نقول التعامل بالمعروف وخيركم خيركم لأهله، وندع عنا مثل هذا الطنين الذي يعني بعض الرجال لا يستوعب حجم هذا الكلام فيبدأ يفرض هذا الكلام على زوجته أنه نخلق مشكلات، أو المرأة تبدأ تسبب شوشرة على زوجها تحت مظلة أن علم ولازم نخرجه للناس، ونبدأ ندخل في دوامة لا تعطي نتائج حميدة للأسرة. وبذلك يكثر الطلاق الآن مع أن الأمور المادية متميزة أحيانا، وتفاجأ مع هذا الطرح يا أستاذ عبد الله اسمح لي، يعني أنا أشوف أنه في موازنة غريبة بشطح شوي، لكن مع هذا الطرح الآن الموجود والتسهيلات وعدم خدمة الزوج، نسبة الطلاق وكثرة المستشارين الأسريين نسبة الطلاق ترتفع يوما بعد يوم. يعني هل هذا الطرح لم يكن مناسبا لهذه الأسر فكثر الطلاق؟ هذا يدلنا لازم نراجع وضعنا مع المستشارين الذين ينبرون للأسرة، لابد أن نراجع الوضع معهم، لأن ليست مصلحة المرأة أو مصلحة الرجل ليس فيما يقوله دوما، أحيانا هو يبغى قاعد ينادي بكلام لكن مو من المصلحة أنك تعطيه إياه، أحيانا المصلحة ليست فيما يطلبه فيما لا يطلبه، فأنت تدل الناس على الخير ولابد أن تدلهم وفق ما قال الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالمزاج، ليس بالاطروحات التي تأتينا من الغرب التي دمرت علينا وأفسدت كل شيء. وفي الغالب هذه الاطروحات منشأها أنها أسلمت بعض الأفكار اليهودية، أسلمت فخرج لنا مثل هذه الأقوال. يعني قضية خدمة الزوج، الاتفاقية اتفاقية قاصرات إلى الأبد تنص على عدم الرجوع للشرع، وتنص على أن المرأة لابد أن تخرج من ربقة الأب والأخ والزوج. كيف تخرج؟ مظاهر عدة من ضمنها قضية الخدمة. الاتفاقيات الدولية الآن بدأنا للأسف شديد نذوق ويلاتها، مثل اتفاقية السيداو تنص على المساواة بين الرجل والمرأة. بعض الإخوة يطالب أن نعرض هذه الاتفاقية وبعض يعني عناصرها وبنودها، لأن يسألون الإخوان، طرحتها عدة مرات في البرنامج ولم نعرف تفاصيلها بشكل جيد. معي اتصالين إن سمحت، ما أعد لك شيخ. معي أم محمد، السلام عليكم أخت أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضلي. تفضلي أم محمد على الهواء. مداخلتي الشيخ الكريم تتكلم عن سبحان الله. نعم. قصري على التلفزيون اسمعيني بالهاتف. اي نعم ان شاء الله. سبحان الله، يعني هم يعني عبر المجتمعات الدولية دائما لابد يعني يوجدون علاقة بين المرأة والرجل، علاقة تشاكل. يعني سبحان الله لما المرأة تخدم زوجها في البيت
يعني سبحان الله يعني قمة الطمأنينة والسكينة والأمان، هذه فطرة أودعها الله في المرأة. يعني الله عز وجل خلق المرأة بهذه التكوينة وعلى هذه الفطرة التي يعني سبحان الله العظيم موائمة لها، بحيث أن كل ما خدمت زوجها، كل ما أرضت زوجها، كل ما يعني سخرت نفسها لزوجها وأبنائها، حصلت على السعادة، حصلت على الطمأنينة والسكينة. سبحان الله العظيم. بينما يعني أنا يعني جربت من خلال دراسة، يعني أنا يعني درست في منطقة خارجة يعني عن المنطقة اللي أسكن فيها، فاضطرت أبقى لوحدي، فيعني شتان بين الحياتين، حياة المرأة مع زوجها وحياة المرأة لوحدها، حياة المرأة العاملة، حياة المرأة التي تأخذ دور الرجل. طيب. لا تشعر بطمأنينة. شكرا لك يا محمد، وضحت الفكرة، جزاك الله خير، الوقت داهمني. شكرا لك محمد. معي أم يحيى، السلام عليكم يحيى. أم يحيى معي، تفضلي أم يحيى، أنت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أخوي أنا عندي مشاريع، يعني دخلت كم مشروع منزلي. دخلت كم مشروع منزلي الحمد لله، وقدرت أسوي نفسي. الحين الحمد لله طلعت يعني خارج البيت، الحين سويت لي بيت ثاني ما شاء الله، وكمان عندي مشاريع كثيرة أقوم بها من البيت ما شاء الله. هل نقدر نعرف بعض هذه المشاريع ولا ترغبين ترفعينها في المسابقة مباشرة؟ لا لا عادي عادي، أعطينا بعض المشاريع باختصار تفضلي. المشاريع مثلا تجارة الأسهم، أنا أدخل بالأسهم الحلال. جميل، هذا واحد. اثنين شفته. وكمان كنت مندوبة مبيعات، هذه أول ما بدأت كنت مندوبة مبيعات. عن طريق الإنترنت ولا وين؟ أيوة. جميل. الحين أسوق 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 في النت. ممتاز. طيب. كمان الحين إني يعني ألفت كتاب عن المشاريع المنزلية. جميل، اسم الكتاب؟ اسمها أكثر من 300 فكرة. مشروع منزلي مربح. أكثر من 300 فكرة، يباع في الأسواق أختي؟ لا إلى الحين أنا هو الحين في الطبع، بس إلى الحين ما وجدت دار نشر تمسكه، يعني كل الدور النشر يقولون المواضيع هذه ما عليها إقبال. لا ناخذها. جيد، نحن ننادي الآن دور النشر لتبني مثل هذه المشاريع النافعة للمرأة المسلمة. شكرا لك يا أم يحيى، بارك الله لك في مالك. تسمح لي معي عبد الله، يعني عشان اسمك الكريم انا قلت انك تبارك في الشيخ يعني. تفضل اخوي عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخوي عبد الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اخي استاذ يوسف، تحيه لك وللشيخ الفاضل الاستاذ عبد الله. وليس لدي يعلم الله ادنى شك انكما تريدان الخير وال كل ما هو جميل، ولا أزكي على الله أحد، أحسبكم كذلك والله حسيبكم. إن كان لي من ملاحظة فهي، ذكر الشيخ أو الأخ عبد الله الفاضل قبل قليل، وأنا أتابع البرنامج حقيقة، لا أدعي أنني دائما لكن أتابعه، أنه غير مناسب ذكر بعض مثلا بعض القواعد الأشياء الفقهية التي تخرج من هنا وهنا، وذكر أنه أحيانا لأمور معينة. أنا أريد أن أقول، وأنا أدرب مهارات سلوكية منذ حوالي أكثر من 20 سنة، وأريد الخير ويعلم الله العلي العظيم، كنت أتمنى أن لو أقول لم أقول هذا الكلام أمام العامة، لكنني أريد أن أقول لأنه هذا هو ما يريد هذا البرنامج الجميل. شيخ عبد الله، الذي لاحظته أن العبارات قوية جدا التي تقال في هذا البرنامج، ونحن نتكلم عن قضية أيضا هي خطيرة وكبيرة، أنا أعرف في موضوع المرأة. أنا نتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقيم الحد على رجل يشرب الخمر وفي عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، والقرآن يتنزل، والمجتمع مجتمع أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره، ورغم ذلك يأتي صحابي فيتناوله من باب الغيرة، مثلك أنت الآن أيها الكريم، لا أقول أنك تناولته، لكن أعلم الله أنك من باب غيرتك على هذا المجتمع والأمة. ثم يأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يقيم الحد عليه، هو الذي يدافع عنه ويقول أعلم أنه يحب الله ورسوله. والله لقد تألم في الأسبوع الماضي وأنت تذكر امرأة تقول أنها خرجت وإن كان عليها ملاحظات في اللباس وغيره، وتقول قدوتي خديجة، لا يبيح لي ولك
أن ندخل في نيتها ونقول وصف متعار على الأمة أن تقول هذه قدوة خديجة. يا أخي خلينا نرفض سلوكها، خلينا نرفض مثلا الإخوة الذين عملوا مؤتمر وسموه مؤتمر خديجة وإن كانت فيه طروحات وكذا وكذا، أنا معك أن فيها الكثير من المغالطات وفيها أيضا زيادة الحق. لا ندخل في نيات الناس. وأيضا يا شيخ عبد الله أيها الكريم، والله أريد كل الناس أن يستفيدوا من هذا البرنامج بالعودة إلى أسلوب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنت أدرى من ذلك. ممكن أن يقول الأستاذ يوسف قبل قليل سؤال ما كان له داعي، هل يا أستاذ عبد الله زيادة الطلاق رغم وجود المستشارين أو بسبب المستشارين وأطروحات التي تقوم خدمة المرأة لزوجها، هل هذا السؤال يطرح من الأستاذ يوسف الفاضل حتى نمرر من غير الفاضل الله يجزاك خير؟ أنا أقول لنعود إلى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل العبارات تكون لكن بدون هذه العبارات. شكرا لك أستاذ يوسف، شكرا للأستاذ عبد الله، والله ما في أجمل من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. يرسل موسى إلى ألعن بشر ويقول له قول له قول. سيد عبد الله عفوا، انتم تخاطبون عبد الله مجتمع. سيد عبد الله خلينا نخاطب اللي نريده. سيد عبد الله، سيد عبد الله حبيبي الغالي، حبيبي الغالي سيد عبد الله، اسمعني شوي الله يجزاك خير، انا اعطيت جزء من الوقت كبير، ساسمح لضيفي الكريم ان رغب ان يتواصل معك الان له الحق، لكن ساسال ما الحرج في سؤال حينما اسال مع زياده كثره المستشارين الاسريين ان هناك ارتفاع في عدد او نسبه الطلاق خاصة في المملكة العربية السعودية، هل في يعني عدم احترام للمسألة أو شيء؟ أريد أن أستفيد. أنا أقول لك أستاذ يوسف، أنا أشكرك على هذه الملاحظة. إيه؟ أنا أشكرك، أنا ابن هذا المجتمع. كلنا. تسمح لي أستاذ يوسف؟ أسمح لك، ساعدني بالاختصار. أشكرك على هذه الملاحظة. أستاذ يوسف أنت تعرف، والأستاذ عبد الله يعرف أيضا، وأنا ابن هذا المجتمع، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظه رجالا ونساء، المجتمع المليء بالخير والمجتمع الذي أيضا بدأ يتغير في بعض الأمور. هل تعلم يا أيها الكريم أن عددا لا بأس به من المحسوبين على الخير، معي محسوبين على الخير، هم الذين تزداد لديهم هذه الحالات رغم أنهم يتعاملون بما يقوله الأخ عبد الله مع المرأة، وأنت تعرف أنني لا أتي بها من الفراغ. ما أقدر أشياء لسنا بحاجة أن نقول إحصائيات. هم الذين ينظرون مثل كلام معين. يا أخي أنا لدي ماني قايل هنا أو هناك لأني أنا ما أحب التعميم دائما، لكن والله نحتاج عودة مرة أخرى سواء في التعامل مع المرأة أو في التعامل مع الحاكم أو في التعامل مع بعضنا البعض إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنا أشكركم، دعني أقول شيء، والله أعرف أنا أنكما تريدان حب وخير ورفعة المرأة والمسلمين بل والمجتمع ككل. الطهارة عندما تكون في أي مكان هي مكسب للبشرية ككل. هذا الذي أدين الله به، ووالله كنت أتمنى أن لم أقول هذه العبارات، لكن ألمني. نريد الناس أن تستفيد من هذا البرنامج بأسلوب الحبيب صلى الله عليه وسلم بدون عبارات. يا أخي راجعوا العبارات التي تقال، لن تستفيد الأخرية تسمعكم إذا كان نريد أن نغيرها أو البيت الذي نريد أن نغيره لا يمكن يسمع. وشكرا لكم. الله يبيض وجهك، شكر الله لك وجزاك الله خير وأحسن الله إليك ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا، ونحن نفرح بكل الانتقادات علانية وسرا، فكما أن نطرح بصوت مرتفع يسعدنا أن نسمع الجميع بصوت مرتفع، وما هي إلا والله شرف لنا أن نستمع إلى طروحاتكم وانتقاداتكم وملاحظاتكم وبكل يسر. يعني هذا بالنسبة لي أنا كمقدم هذا البرنامج يوسف الهاجي العبد الضعيف، وأضمن أن ضيفي الكريم الأستاذ عبد الله محمد الداود يفرح فرحا شديدا بكل انتقاد موجه إليه، وهناك العديد من الانتقاد توجه إلينا عبر الفيسبوك وفي تويتر وفي البريد الإلكتروني، وجميعها نستقبلها ونفرح بها، وكما أننا في اتساع في اختلاف الآراء وال يعني رب لا يعني أن كلامك مطلقا في صحته، ولا يعني أن نحن في برنامج الصورة المائلة أننا في إطلاق الصحة لدينا، إلا أن ذلك الجميع مجتهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمني وإياكم والأستاذ الكريم عبد الله الأجر والمثوبة. أعود إلى ضيف الكريم إن كان يرغب بالرد على هذه الطروحة أو لك ما تشاء. لا، قبل الرد على طروحة، في كلام جميل للأخت التي ذكرت أن وسائل الإعلام تذكي جذوة الصراع بين الرجل والمرأة، وأقول هذا الكلام أيضا هو من الاتفاقيات الدولية اللي هي اتفاقية الجندر. اتفاقية الجندر تقوم على أساس أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تشاكس، علاقة صراع، علاقة لا يمكن يكون فيها اتفاق، حرب بلا هوادة. بل بعض النساء اللواتي انضممنا إلى اتفاقية الجندر تنادي بحياة بلا رجل، تنادي بحياة بلا رجل، يعني نستطيع أن نعيش بلا رجل. هذه النغمة للأسف الشديد بدأت تتسرب حتى إلى نسائنا، إلى بناتنا، خدعنا بمثل هذا الكلام وانطلع عليهن، فأصبحت كثير من الحريم لما تبغى تكلمها أو بنت تقول لا والله الظاهر أني أنا أقدر أعيش من غير رجل، وش لقيته؟ وتبدأ تسرد لك قائمة طويلة عريضة من
سلوكيات عند واحدة أو ثنتين في المجتمع أو قريباتها، وبناء على تلك السلوكيات هي اتخذت هذا الموقف والعداء من الرجال بصفة عامة، وأصبحنا نسمع الإطلاقات العامة، الرجال بهذه الصورة، الرجال بهذه الصورة، وأصبح هذا الكلام هو ناتج من اتفاقية وهي لا تشعر. حتى بعض الفتيات يصير حين حوار وتبدأ تأخذ معه وتعطي، فلا يوجد لديها إلا قاموس الشتائم في الرجال، وهي لا تشعر أنها قد طبقت عليها هذه الاتفاقية وتسير فيها. هذه نقطة مهمة أنا حبيت أذكرها. جيد. صاحبنا الذي ذكر عبد الله جزاه الله خير. نعم. أنا بالنسبة لي لا أنسف كلامه جملة وتفصيلا، لكن فرق بين صحابي معروف عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقول رجل أخزاه الله ما أكثر ما يجلد في الخمر، وهو معروف لدى الصحابة، وفرق بين أن نتكلم عن ظاهرة عامة، الأمر مختلف عن ظواهر. فإذا كان ظاهرة النفاق الله عز وجل يلعنها في القرآن، منهج القرآن، إذا أنت تقول الله أرسل خير رجل لألعن رجل لأسوأ رجل، هذا كلام ليس على إطلاقه، ومن السقم أن تأخذ عندي دليل واحد وتترك عشرات ومئات الأدلة في لعن الكافرين ولعن المنافقين والمفسدين ولتستبين سبيل المجرمين. هذه مسميات الله عز وجل سماها، فنحن لا نتحدث عن شخصية معروفة لكي ننتقدها، نحن لم نذكر شخصا بعينه. فإذا ما جينا نذكر شخصا بعينه فلا يحق لنا ينطبق كلام الأخ وعلى العين والرأس. نعم. كاملا إذا كنا نتحدث عن شخصية معروفة فلا يحق لنا نتحدث في نياته حتى لو خاطبناه. أما لكن الكلام بالجملة عن الأخطاء، إيه نعم، نتحدث عن إطار عام. لما تقول المستشارين، من تقصد المستشارين؟ أنت تقصد شخص بعينه، أو هل الأخوة السادة المشاهدين فهموا أنك تقصد رجل بعينه حتى يطلق علينا أنكم الآن تدخلون في النوايا؟ نوايا من؟ نحن لا نتحدث عن شخص حتى هذه شماعة كبيرة صارت، لا تدخل في النوايا. أي نقد يقدم الآن مباشرة يقول لا تدخل في النوايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام كيف دخل في النوايا إذا صار بهذا الفهم وهذا الفهم غير صحيح. ذكر أنا آسف ما أعطيتك وقت كثير للرد، ولكن يعني هي باقة شكر. لا لا، عموما نحن نشكر من ينتقد، لكن ودنا إذا أنت أيضا تنتقد فاسمح لغيرك أن ينتقد. يعني جيد، نسعد. يعني شكرا لك سيد عبد الله، أنا أختم بك، بارك الله فيك وشكرا لك، جزاك الله خير. أعزائي المشاهدين، نرحب بكل انتقادات مرة أخرى. البريد الإلكتروني موجود في تويتر سيد عبد الله، لغيره أن يرسل لنا ما يشاء، كلنا أذان صاغية. نسأل الله سبحانه وتعالى يدلنا وإياكم للخير والسداد والتوفيق. لا تنسوا مسابقة كوني خديجة، أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. أترككم في عناية الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.